هذا المهنة والله اللي متعبك. متعبك قوي يعني متعبنا زيادة عنه. كانت من قبل سعرها منخفض وكل شيء تمام وكل والحمد لله حتى العمل كان مريح وكل شيء متوفر. بعد الحرب حصلت أزمة كبيرة. في كل حاجة. في المشتقات النفطية، في البضائع، في كل حاجة. الغاز ما بيجي لا بصعوبة، يعني لا بعد يشكل أنفس بصعوبة بنحصل في صعوبة لو ما نحصل. لو ما نعبي حتى الدبل. الدبل واحد بتجي فيها صعوبة. والله الغاز يا صاحبي في رمضان استهلاك كثير، الذي بيشل ثنتين، هذي بيشل ثلاثة، هذي بيشل خمسة، هذي بيشل عشرة، هذي بيشل عشرين. كل استهلاك، الاستهلاك في رمضان كثير زيادة عن اللزوم. فالأيام العادية خفيف يعني ما هوش يعني زي ما رمضان يستهلكوا خيرا المواطنين. الوزن ولا الوزن هذا وتحمل اني دكتور واحد تعب واحد قوي عندما نتحملها عندما نسنديها من داخل الجوف ولا من داخل المارب متعبك قوي من الجوف ولا من المارب ولا والله كل واحد زي ما اقول لك كل تاجر بيبيع لك بخراجه على حسب شروته ويبزي نسبته يبيع بس السعر هذا يشتي واحنا بنشتري بالذي خارجنا نضل نبيع فعلنا نسبه 500,000 سعر المعقول الاسعار متفاوته كل تاجر بيبيع بسعره خراجي يشتري بخراجي يبيع بخراجي انا لو عن نفسي بنشتري بخراجي وارفع لي نسبه حلال زلا وابيع بخراجي اتمنى ان البلاد تصبر وكل شيء يصبر وكل شيء يقع على ما يروح وكل شيء الحمد لله يتوفر والمشتقات النفطيه تتوفر